في رحلة الميلاد توجد قصة جميلة جدا، هي قصة المجوس، موجودة في إنجيل متى الإصحاح الثاني. بيتكلم عن مجوس جاءوا من منطقة بعيدة من المشرق ليزوروا الملك المولود. فالسؤال، من هم المجوس؟ البعض يعتقد أنهم زردشتيون قدماء، حكماء من منطقة فارس. وطبعاً إذا أردت أن تعرف معلومات أكثر عن وظيفة الحكماء في فارس تستطيع أن تقرأ سفر دانيال الإصحاح الخامس. يقول الكتاب، فإننا رأينا نجمه في المشرق. أحبائي، جاءوا من مسافة بعيدة جداً، مشوا أكثر من 700 كيلومتر، 750 كيلومتر، من منطقة مادي وفارس، أي منطقة إيران والعراق اليوم. جاءوا لكي يستكشفوا ويستطلعوا من هو المولود الملك. هؤلاء المجوس صاروا مسافات شاسعة جدا وقطعوا صحاري كبيرة. ومن هذه الصحراء، إذا بتشوف معي في منطقة خضار، في طريق اللي بتوصل إلى أورشليم، وطبعا في مناطق عديدة، في واحات اللي فيها استراحة حيث يوجد الماء والخضار والخضرة أيضا. هؤلاء المجوس هم بالواقع حكماء من طبقة راقية في مملكة مادي وفارس، متعلمون مثقفون. طبعا هؤلاء الحكماء هم كما يقال مجاي أو مجوس، هم متخصصون بالاستشارة الدينية والاستشارة السياسية، كانوا بيخدموا في البلاط الملكي، يفهمون في علم التنجيم وعلم الفلك، أي تحركات النجوم، ولهم دراية أيضا في الطب والرياضيات والعلوم الطبيعية، أيضا لهم فهم ودراية في الآداب والحكمة، ولا سيما اليهودية، لأنه كان في كتير يهود موجودين في مملكة فارس، والبعض منهم حصل على مناصب عالية، اللي منهم النبي دانيال. فلهم دراية في سفر دانيال وكتابات دانيال أيضا. هؤلاء المجوس أيضا يعرفون، لهم دراية بالتنبؤ بالغيب، ولا سيما لتأسيس ممالك جديدة. كما ذكرت، قالوا فإننا رأينا نجمه في المشرق. هؤلاء المجوس رأوا تحركات النجوم، تحركات فلكية بشكل غير عادي منتظم، لكن عرفوا أنه في رسالة أسمى وأعمق، وأكيد أنه في ملك رح يولد. والشيء المهم أنه عرفوا وين هذا الملك راح يولد، فرأوا هذه الظواهر الفلكية.